السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة فيديو مميز هنتكلم فيه عن كيفية تحويل محول مايكروويف من الخردة، محول قديم عايزين نحوله إلى شاحن لبطاريات الليد أسيد اللي هي بطاريات السيارات، وخاصة بطاريات السيارات الكبيرة الضخمة. ليه؟ لأن هو بيولد تيار كبير. معروف إنه محول مايكروويف بيولد جهد كبير في المايكروويف من 1800، يعني متوسط ممكن نقول 2000 فولت. احنا بنقص الملف السنوي خالص وبنلف مكانه سلك تاني وبنظبطه بحيث ان هو يديني مثلا 14.5 15 فولت مناسبه لشحن بطاريات الليد اسيد. التيار المتولد تيار اكبر من التيار المسموح به للبطاريه، ممكن بعد كده تستخدم منظم جهد او تستخدمه للشحن السريع لما يكون مثلا عايز تشحن بطاريه شحن سريع. عشان ما اطولش عليكم في المقدمه، يلا على طول نبدا. بسم الله. باستخدام المنشار ده هقص الملف الثانوي واخلي بالي من الملف الابتدائي هنا. بس لازق سميك شوية هنا عشان يحمي الملف الابتدائي. الخطوة الجاية بالدريل هنفرغ المكان ده. ده ملف المحول بعد ما شلت الملف الثانوي منه، بيبقى فيه غلاف عازل من جوه نخليه زي ما هو. عملت واحد كمان وجبت سلك 2 ملي وهنلفه هنا على قد ما نقدر ونشوف الجهد الخارج هيكون كام.
خلي بالك من حاجة، انت بتلف الملف الثانوي على قد ما تقدر بالسلك المتاح عندك اكبر عدد من اللفات، وبعدين في الاخر بتقصه، وبعدين بتقيس الجهد الناتج عنه. اذا طلع معاك مثلا 17 فولت بفك لفة او لفتين لغاية ما يظبط معايا 14.5 فولت. لحد كده الكلام واضح؟ لاحظ الجهد 15.7، هننقص لفة وشوف الجهد هيبقى كام. شوف الجهد 14.8، وده مناسب لشحن البطارية. تحذير وتنبيه للجميع، انت بتتعامل هنا مع جهود وتيارات عالية، كن حريص، استخدم اسلاك سميكة، يعني ما تجيبش سلك رفيع وتوصله كمصدر تغذية للمحول ويحصل فيه شورت او يحصل فيه انه يتحرق. حصل معايا مرة على فكرة، فخلي بالك من الحاجات دي. السلك لازم يكون سلك سميك لان هيمر فيه تيار كبير.